ننتقل لضيفنا من مالمو، عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك معنا سيد لبيد. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. إذا كما هو واضح أن هناك تصعيد في من جهة الثوار في الثورة، وإغلاق للطرق، قطع للجسور، محاولة تحقيق هذه المطالب رغم كل الظروف، ظروف الطقس وإمادة أمد الثورة، إطالة أمد الثورة كما رأينا خلال الشهور الماضية. كيف تقيمون الأمور حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على الإرادة الفولاذية للشباب وللشعب العراقي بصورة عامة. هؤلاء يمثلون إرادة الشعب العراقي. هذا الاستمرار وهذا الإصرار له دلالات. أحد أهم هذه الدلالات أن ما يحدث الآن من إصرار يمثل تحديا لإرادة السيد الإيراني، لأننا نعلم بأن السيد الإيراني كما انفضحت أوراقه ولاعبيه مؤخرا، السيد الإيراني يصر وبكل قوة على استمرار ذيوله المتمثلين بالتيار الصدري، وقد جمعهم مؤخرا في قم ووحدهم بحيث جرت مصالحة كما نعلم بين الصدر وبين المالكي وبين عصائب الحق ممثلة بالخزعلي، كل ذلك من أجل أن لا يفقد ورقته الأخيرة في العراق. ما حدث في كرد فعل على ذلك، رأينا المليونيات الطلابية التي خرجت بالأمس ضد التيار الصدري بشكل خاص وضد التحدي الإيراني بشكل عام. العراقيون قالوا كلمتهم وانقطعت كل خيوط الثقة بهذه الحكومة وبالعملية السياسية والنظام القائم. لم يعد هناك عودة عن هذه الثورة حتى تحقق أهدافها. والهدف الأساسي أو الهدف بكلمة واحدة، هدف هذه الثورة هو إسقاط النظام الحاكم كله برمته. هذا النظام الحاكم لم يعد صالحا، فقد كل صلاحياته. وقالت والدة الشهيد مهند، لخصت العملية بكلمة واحدة، قالت نحن أخطأنا، لقد سكتنا عنهم لفترة طويلة، سكتنا عن هذا النظام لفترة طويلة وما عاد السكوت ينفع. لن يكون سيد هناك لبيد الصميدعي، لو سمحت سنعود إليك مرة أخرى. عاد إلينا الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد مرحبا بك. اهلا وسهلا، حياكم الله. اهلا بك استاذ زياد. بما تفسر يعني ازدياد وتيره يعني استهداف المحافظات الجنوبيه او التظاهرات في المحافظات الجنوبيه؟ لا شك اننا كمتابعين نشاهد ونسمع كل يوم ما يحدث الان في الجنوب، وخاصه في المحافظات التي شهدت اعمال عنف بشكل كبير ضد المتظاهرين، وخاصه مثل الناصريه. ما يحدث الان في الناصرية خاصة وبعض المدن الأخرى هو تضحيه خطير من قبل الميليشيات التي تحاول قتل أكبر قسم من المتظاهرين بعدة أساليب، وخطهم وتنكيل بهم، حيث شاهدنا وسمعنا أرقام متزايدة كون المتظاهرين يقتربون كل يوم من تحقيق هدفهم هذه العملية السياسية بشكل أو بآخر. نعم. طيب ابقى معنا لو سمحت سيد زياد. ألتقل مرة أخرى لضيفي عبر الخط الهاتفي سيد لبيد. التظاهرات إذن تتواصل، هناك رفض قاطع من الثوار في ساحات التظاهر وطلبة الجامعات وغيرهم من يشاركون في هذه التظاهرات لمحمد علاوي مرشحا لرئاسة الحكومة. إلى أي مدى تتوقع أن ينجح الثوار في هذا المطلب، أو أن ينجحوا في إيقاف الحكومة عن إجراءاتها؟ ليس هناك خيار، لم يعد هناك خيار أمام الثوار إلا الانتصار، وهم قالوها بقولا واحدا، قالوا سننتصر أو ننتصر، لا عودة. العودة تعني انتحارا، وهم يدركون ذلك، لأنه كلهم مصورون وصورهم وعناوينهم كلها معروفة. هاي الثوار لأنه هناك كاميرات مراقبة دائمة، وهي موجودة بالمناسبة منذ عام 2006 من بدأت العمليات الإرهابية إلى آخره، تم تصوير خصوصا المراكز والمهمة في بغداد. لكن هذه الكاميرات المتطورة لا تصور القتل الذين قتلوا الشهداء، مئات الشهداء وجرحوا عشرات الألوف من المتظاهرين.
هذه الكاميرات تستثنيهم، هم يعرفونها، يعرفون القتلة لكنهم ساكتون عنها. لذلك المتظاهرين أدركوا أن هذه الحكومة هي شريكة بالقتل وتتستر على القاتل وتعرف من هو القاتل وتتستر عليه. لذلك المتظاهرون مصرون على إنهاء هؤلاء المجرمين. هؤلاء المجرمون هم يمثلون عصابة احتلت بيوتهم، اعتدت على بيوتهم، اعتدت على حقوقهم، اعتدت على أموالهم. طيب. لذلك لم يعد أمامهم إلا القضاء على هذه العصابات المافيوية وإنهاء وتنظيف العراق منها تنظيفا تاما. لن ينفع بهم لا ترقيع ولا تزويق، لا علاوي ولا غير علاوي. كل الوجوه التي سيطرحونها سترفض من قبل المتظاهرين، ولن يتحقق إلا الحكم الذي يريده ويختاره الشعب بنفسه. طيب بالعودة إليك أستاذ زياد السنجري، يعني مقتدى الصدر من جهته أكد أنه سيسقط علاوي، في حين أنه يعني في الأيام التي مضت أظهر دعمه له، كيف نفهم ذلك؟ لا شك أن مقتدى الصدر بكل تأكيد هو من رشح محمد توفيق علاوي، ولكن مقتدى الصدر اليوم يتعارض موقفه اليوم بشكل كبير وواضح مع ما تبناه محمد توفيق علاوي، خاصة بعد الوعود الكبيرة التي قطعها للمتظاهرين وعبر خطابه الذي تضمن 18 نقطة رئيسية. طبعا الخطاب لا يمكن تطبيقه، ولكن بكل شكل من الأشكال هذا الخطاب لربما جعل من مقتدى الصدر والطبقة السياسية ككل محرجة أمام هذه المطالب المشروعة وهذه الوعود التي لن تنفذ. ولكن مع ذلك يعني استعادة العراق وعودة وطن يعني الكلمة، خاصة إذا ما تم تنفيذ تلك النقاط بشكل أو بآخر، حيث رشح مجموعة كبيرة من الشخصيات الحرية أو المقبولة أو حاول الاتصال على الأقل، وتم استبعاد التيار الصدري والكتل السياسية الأخرى من الميليشيات المرتبطة بإيران من التشكيلة أو الكابينة الحكومية المزمع تقديمها للبرلمان خلال الفترة القادمة. لذلك تجد هناك تباين في تصريحات الصدر والطبقة السياسية ككل، وما بين ترشيح محمد توفيق علاوي من قبل تلك الطبقة السياسية التي تريد شخص يتماشى مع ما تريده من مصالح شخصية ومصالح أحزاب وشخصيات عراقية سياسية حالية ومع مصالح الإيرانية. وهناك تقاطعات ما بين التصريحات وما بين ما يدور في خلف الكواليس، وهذا ما نشهد. لذلك شهدنا أو سمعنا بتصريح مقتدى الصدر حول عدم منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ زياد. سيد لبيد، على الرغم من هذا الرفض الشعبي الكبير، إلا أن بعض النواب صرحوا بأن شهية الكتل السياسية للمناصب ما تزال مفتوحة رغم الدماء المسفوكة والمشهد العراقي المتأزم. إلى أي مدى تعتقد أن هذه القوى والكتل السياسية أدركت الآن أن الشارع لن يعود إلى الخلف وأنه مصر على تلبية هذه المطالب؟ بالتأكيد هذه الكتل ستدافع عن نفسها وستدافع عن مصالحها، لأنها تعرف بأنها تعتاش على الفساد، وأنها هي التي صنعت منظومة الفساد، وأن وجود مخالبها وأيديها في الحكم، في الحكومة الجديدة أو في أي حكومة أخرى، هذا هو الذي يضمن لها الاستمرار والبقاء، لأنها بهذه الطريقة تستطيع أن تقدم الرشوة وتستطيع أن تحافظ على نفسها وعلى مصالحها وعلى تنامي دورها في الحياة السياسية في العراق. هذه المصالح أصبحت مهددة، لأن المتظاهرين كما نعرف أصبحوا يستهدفون أي وجه يقدم، وكل الوجوه التي رشحت رفضت بما فيها محمد توفيق علاوي، وهم قلقون رغم أنه البرنامج الذي قدمه علاوي هو بالحقيقة غير قابل للتطبيق من ناحية، ومن ناحية أخرى هو يراد منه فقط امتصاص نقمة وغضب الشارع العراقي، وهي محاولة البلف بالحقيقة والنصب على والضحك على ذقون الناس. لكن المتظاهرين أدركوا ذلك وقد انكشفت اللعبة، انكشفت مؤخرا بأن طبخة محمد توفيق علاوي جرى طبخها في قم وطهران، فهو إنتاج إيراني. نعم.
ولا يصح الاعتقاد بانه هذا بانه بان ما قاله يمثل شيئا من الحقيقه. شكرا لك. واضح استاذ لبيد السمعيدي، نشكرك شكرا جزيلا. اخيرا في دقيقه استاذ زياد السنجري، يعني ما مدى ثقل الطلاب الان في هذه التظاهرات؟ هناك دعوات لاقامه تظاهره طلابيه موحده يوم الثلاثاء. نعم العفو، اعيد السؤال رجاء. هناك دعوات طلابيه لاقامه تظاهره مليونيه يوم الثلاثاء، او نستطيع القول او ان نصف انها مظاهره طلابيه. ما مدى الثقل الذي يمكن ان يعني يفعله الطلبة طلاب العراق طالبات العراق في هذه التظاهرات السلمية؟ نعم كلنا سمعنا بكل تأكيد تصريحات مقتدى الصدر حول فصل الذكور عن الإناث، ولربما كان الرد واضحا من قبل الطلاب وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس حول هذه التصريحات، حيث تحكم المتظاهرين على تصريحات مقتدى الصدر الذي يمتلك كتلة برلمانية تضم نساء ورجال وينجمعون داخل البرلمان وفي التصريحات الصحفية. لذلك هذه التظاهرات من قبل الطلاب هم السهم الرئيسي ومهم وواضح لساحات التظاهر ككل، حيث أن الطلاب دائما ما يرجحون سفة المتظاهرين عندما يدخلون بأفواج بشرية كبيرة ويقولون كلمتهم، وهم مستقبل العراق وهم قادة العراق وهم الذين يستطيعون أن يغيروا بالمعادلة الموجودة الآن. هناك معتصمين ثابتين في الساحات، ولكن هناك طلاب يأتون بشكل أفواج كبيرة يستطيعون أن يقلبوا الطاولة على كل الميليشيات وعلى كل القوات القمعية التي تقوم بقتل المتظاهرين. وأعتقد بأن الطلاب سيكون موقفهم داعم للمتظاهرين في كل مرة وكل تظاهرة تدخل بها الأفواج البشرية الطلابية، هي نقطة إيجابية وممتازة لصالح الثورة والثوار في العراق. شكرا لك الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، وشكرا أيضا لضيفي من مالمو لبيد الصميدعي.